في البداية ينقسم الكاميكازي اصطلاحا إلى قسمين، كامي وتعني الإله أو الرب، وكازي وتعني الرياح المقدسة أو الرياح الإلهية، وهي كلمة تستخدم للإشارة إلى إعصار يقال أنه أنقذ اليابان من غزو أسطول مغولي بقيادة كابلاي خان في 1281. وفي اليابان يستخدم هذا الاسم كاميكازي للإشارة فقط لهذا الإعصار. أما في اللغات الأخرى فتستخدم الكلمة للإشارة إلى هجمات انتحارية قام بها الطيارون اليابانيون ضد سفن الحلفاء في الجزء الأخير من حملة المحيط الهادي إبان الحرب العالمية الثانية، حيث أن الطيارون الانتحاريون كانوا يصطدمون بسفن الحلفاء عمداً بطائراتهم المحملة بالمتفجرات والتوربيدات وخزانات الوقود المملوءة بهدف تفجيرها.